نيجي للقصة الأساسية اللي هي حديث العالم وحديثنا الليلة، اللي هي موضوع كورونا وانتقال كورونا. أتذكر قبل فترة سويت حوار مع السفير الصيني وسألته عن مصدر الفيروس هذا، فقال إنه الفيروس هذا مصدره من الخفاش، هذا الأصلي، لكنه ما انتقل للإنسان بشكل مباشر، انتقل عبر حيوان بسيط، بس ما احنا متأكدين إيش هو الحيوان الوسيط. حدثني عن قصة انتقال هذا الفيروس من الحيوان أو من الخفاش إلى الإنسان. وطبعا الدراسات قليلة بالنسبة للكورونا، عندنا 3 أنواع. إليت يعني نجيب شريحة 8، أعطني شريحة 8 شباب. أسلم. أنه الفيروس الكورونا المتطور الآن، وطبعا تغير في نهج وسلوك الفيروس، كان في البداية عبارة عن سبب البرد العادي، وينتمي إلى مجموعات ويصنف تصنيفها. هذه الشريحة معك دكتور، تفضل. هذه 8 جيد، بعد ذلك ممكن أحتاج الشريحة 7. أنه هناك في السابق إلى موجود 4 أنواع فيروسية، 4 سلالات، اللي هي 229 اي وان ال 63 وكي اتش يو 1 والاو سي 43. هاي سبب البرد العادي. التغير في سلوك الفيروس وتحوله من يسبب البرد العادي للجهاز التنفسي العلوي، اصبح يسبب امراض يعني الى الجهاز التنفسي السفلي، ويسبب مشاكل رئويه خطيره جدا. هذا النوع وهذا التحول بسبب قدره الفيروس على التطفر في الحواضن نفسها، في العائل نفسه. الحاضن كان الخفافيش. الخفاش هو نوع، يعني احنا نعيش يا استاذ عبد الله في المملكه، ما ادري احنا نقول محظوظين ولا لا. مثل الهب في منتصف القرن الافريقي والاسيوي والاوروبي. انواع معينه من الخفافيش هذه يمكن بعضها كبير متعدده الاحجام، ممكن تنتقل من اي قاره الى اخرى بساعات معينه تصلنا احنا هنا. وبالتالي هذا الحاضن هو العائل الأساس، وليست المشكلة أنه هذا العائل الحاضن الأساس والخفاش، لأنه ينمو بشكل طبيعي ولا يؤثر على الخفاش يسبب له أمراض. هذا الحين الصورة اللي طالعة معنا. نعم. لاحظ أنه يعني هو مستودع لكل الفيروسات، مستودع لمجموعة كبيرة من الفيروسات، يعني إيبولا والإيبولا وحق الكلب. نعم. وحق وكورونا يعني وهينيا وهندرا وماربورغ، يعني كل الفيروسات دي موجوده تبع ال. طيب كيف ما يصاب هو بالفيروسات هذه؟ يعني كيف يستطيع هو يكون مخزن لكل هذه الفيروسات وما يصاب فيها؟ وطبعا الدراسات قليله على هذا الموضوع. الدراسات الموجوده حاليا توضح انه هناك افتراضات عديده، انه اول شيء طبيعه الجهاز المناعي، وفي عنده ايضا مركبات معينه تضغط قدرة هذا الفيروس على إحداث أمراض، ويصبح نفسه يتكاثر ويتضاعف، وتحت ظروف معينة داخل هذا العائل فسيولوجيا يصبح جاهز تطور وتحول، وأصبح جاهز للانطلاق. هنا تكمن المشكلة. لا، أنا أتكلم عن الخفاش نفسه. نعم، الخفاش. ليش ما يمرض؟ عنده جهاز مناعي يستطيع يوقف، لكن الفيروس يتكاثر ويصيب. طبعا الدراسات زي ما قلت لك قليله عليه في هذا الموضوع، وهذه اتمنى ان المجتمع العلمي الان يركز على هذا الموضوع، لانه الان قضيه الكورونا اصبحت مو فقط كورونا يعني سارس كوفي 1 اللي اكتشف في الصين وتم القضاء عليه، او حتى المرسل الحمد لله الدوله عندنا المسؤوليه هنا تعاملوا مع هذا الوباء، الان عندنا سارس كوفي 2 وباء عالمي. فانا اتمنى وان شاء الله انه يكون هنا يعني وقفة للمجتمع العلمي ودعم للأبحاث حتى ننظر إلى